معانا ايضا ابن خاله الطفل، ابن خالته يونس اورام. سيد يونس مساء الخير. سيد يونس، طيب لحد ما يرجع لي سيد يونس. إذن المعلومة اللي بنكررها مرة أخرى وطبقا للزميل أمين شبطة أو شبطة للصحفي المغربي، حتى هذه اللحظة لسه لم يتوصلوا، فاضل 80 سنتي. قلنا بيحفروا رأسي ثم بيحفروا أفقي، لأنه الحفر بطريقة لو بمعدات كثيرة قد تحدث انهيار في التربة، ومحدش عايز كده. فبيتم الحفر باليد كمان، وابتدينا نشوف يعني بطولات لكثر في هذا الحفر. طب خلينا نروح للدكتور جمال سامي، استاذ طب الاطفال بكليه طب جامعه عين شمس. دكتور مساء الخير. خير، اهلا بحضرتك. يعني طفل خمس سنين بقاله 5 ايام من غير يعني ميه، من غير اكل، معدل الاكسجين ما احناش عارفين ازاي معدله عامل ازاي، كم يوم يستطيع الطفل ان يتحمل؟ شوفي حضرتك، هو الحقيقه في قاعده اسمها رول اوف 3 او قاعده ثلاثيه، انه الانسان عموما يقدر يتحمل الامتناع عن الاكسجين 3 دقائق، عن الميه 3 ايام، عن الاكل 3 اسابيع، بشرط انه يكون بيشرب. لو حرمان من الميه والاكل ممكن يستمر من 3 ايام ل3 اسابيع. بتختلف الحقيقه القصه دي من انسان للتاني. الاطفال لحسن الحظ اكثر قدره على التحمل، لانه الاجهزه بتاعتهم ما فيهاش امراض مزمنه، ما فيهاش سكر وضغط ولا فشل كلوي ولا اضطراب في وظائف الكبد او القلب. فعلشان كده دايما بنتوقع، ودي المعلومات العلميه، ان الطفل يقدر الاكسجين مثلا يقدر يتحمله 10 دقائق مش 3 بس، الميه يقدر يتحمل لغايه 7 ايام من غير ميه، يقدر يتحمل من غير اكل ممكن اسبوع بشرط انه يكون بياكل، بيقدر يتحمل ميه عدم ميه واكل ممكن لغايه 8 ايام. المشكله الحقيقه انه لما الطفل زي كده لو ربنا كرم وطلع، هو طبعا مصاب بكسور شديده، مصاب في كسور في الراس، في الاطراف. يعني دي توقعاتنا طبعا، احنا مش عارفين، ولكن التوقعات ان هو نتيجه هذا السقوط هو هيكون مصاب بالكسور دي. بالظبط، فعشان كده عمليه استخراجه عمليه عايزه يعني حرص شديد جدا وعنايه. ثم لما يبتدي نعمل له ريفيدنج او ندخل له الاكل تاني، لازم بيبقى معانا متابعة دقيقة لنسبة الأملاح في الدم ونسبة المواد الغذائية للكبد، وظائف الكبد والكلى، عشان لما ندخله الأكل بكميات بسيطة والمية ما تأثرش عليه، لأن لو دخلنا له كميات كبيرة سريعا ده ممكن يؤدي إلى فشل ويؤدي إلى الوفاة. فلازم إدخال السوائل والأكل بيبقى بنظام معين وببطء شديد وحسب الوظائف الحيوية للجسم. فالطفل بيتحمل أكتر من الشخص الكبير، ولا الـ 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 النظرية تسري على الاثنين؟ لا، الطفل طبعا يتحمل عن الشخص الكبير فعلا. ليه؟ لأنه زي ما قلت لحضرتك الأعضاء بتوعه سليمة، ما مش متأثرة، ما عندهاش قصور في وظائف الكبار. السن الكبير بيبقى دايما في وظائف الكلى، وظائف القلب، السكر، أمراض مزمنة بتأثر على تحمله. بالاضافه كمان لان وجوده في عمق زي دوت مفيش جفاف شديد، في رطوبه، الجو تحت يبقى ابرد شويه، غير لما يكون واحد على السطح. يعني لو واحد على في ارض صحراء يتاثر اسرع جدا من واحد في حفره عميقه. وهم احسن حاجه عملوا انهم دخلوا له الاكسجين بسرعه، ده ساعدت على تحمله، لان احنا الاكسجين هو المشكله الكبيره، لكن السوائل والاكل ممكن تعوضها لو طلع بشكل كويس.